تعتبر الحيبية عادة تراثية شعبية، وقد استمرت هذه العادة في كل يوم عرفة نظرا لارتباطها بمناسبة عيد الأضحى. أهل البحرين يقومون في 9 من ذي الحجة قبل غروب شمس يوم عرفة بمشاركة أطفالهم في إلقاء الحيبية في البحر مع ترديد الأهازيج الشعبية المرتبطة بهذا الموروث الشعبي احتفاء بحلول عيد الأضحى المبارك. كلمات معبرة وأهازيج شعبية تراثية يرددها أبناء البحرين بشكل سنوي في يوم عرفات على شط البحر، حاملين معهم ليضحون بها قبيل غروب شمس يوم عرفة، ويرددون يا بيا ترد الناس الأول، تذكر اليهال شلون الحيبية والأشياء الأولية، شو يسوون الأجداد وأجدادنا الأولين يعلمونا الأول. إحنا أهل الناس اللي إحنا نجيب عيالنا أول أهالينا يبوننا كذي. طبعا الحيبية مفهوم شعبي قديم، وأنا حريصة إن أخلي ولدي، وطبعا حطينا الزرع وعلمنا شلون يزرعها عشان نقطها، لان هاي شيء وايد قديم، واحنا وايد حريصين نخلي عيالنا يتعلمون اشياء القديمه في حياتهم، خصوصا حق البحرين. طبعا مثل ما تشوفين الياهل كلهم مستنسين جايين. هذا الموروث الشعبي يشكل حلقه وصل بين الماضي والحاضر، فابناء البحرين لا زالوا يحافظون على هذا الموروث الشعبي الذي تناقلته أجيال متعاقبة، والذي يعد جزءاً أساسياً من الهوية البحرينية. فأبناء البحرين يحرصون على زراعة هذه النبتة الصغيرة والاعتناء بها لتكون أضحيتهم في هذا اليوم. حيبية من تراث البحرين، لأن نشتريها بعدين نكبرها لين نضحي فيها، بعدين ياكلها السمك. حيبية تراث بحريني اصيل. استانس اليوم وقط الحيبية اليوم. زرعت حيبية عشان بعدين اجيب بحل واقطهم عشان بعدين اسماك ياكلونهم. امي وابوي علموني شلون اسوي الحيبية، احطها فيها تراب وماي حق يكبر حق نطحي فيه نودي في البحر. حيبية عشان اضحي حق يوم عرفة. انا مستانسة عشان اقط الحيبية. انا ربيت الحيبية، قعدت ربيتها يمكن اسبوع عشان لين ما طلعت. والحيبية هي موروث شعبي، يعني ورثناه من اجدادنا من يوم ما احنا كنا صغار، وربيناها عشان بعدين نيجي البحر ونقطها في البحر. انا ربيت الحيبية عشان اربيها واخليها تنام وياي، والحين بخلي السمك ياكلونها. انا مستانسة انا واصدقائي حق الحيبية اقطها. الحيبية من تراث البحرين القديم، احنا نربيها ونخليها تصير كبيرة، بعدين عقب ما نربيها نروح نرميها في البحر نخلي السمك ياكلونها. الحيبية عبارة عن حصيرة صغيرة الحجم مصنوعة من سعف النخيل، ويتم زرعها بالحبوب مثل القمح والشعير. يعتني بها الطفل حتى تينع وتكبر، فهذا الموروث الشعبي يحمل بين طياته الكثير من المعاني الجميلة، فهو موروث قديم متجدد. وبالرغم من تنوع النماذج والأشكال التي طرأت على هذه النبتة الصغيرة، إلا أن المجتمع البحريني لا زال يحافظ على موروثاته القديمة. الحيبية من العادات والتقاليد المتعارف عليها في مملكة البحرين، ففي 9 من ذي الحجة وقبيل غروب شمس يوم عرفة يجتمع الأطفال على شط البحر لرمي الحيبية وتوديعها بعد أن قضوا برفقتها أياما جميلة لا تنسى. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.